يلاحظ في مجتمعنا المسلم ظاهرة خطيرة وهي الإنكار على كل شخص يحاول أن يتزوج مرة ثانية، فأين دور العلماء الكرام في توعية هذا المجتمع؟ فأنا شاب مسلم ومتزوج ولله الحمد أبحث عن زوجة أخرى فلم أجد حتى أذنا صاغية، فالكل يسفهني، فكيف نرضى بعض الكتاب نرضى ببعض الكتاب ونعرض عن بعض؟ يسمي الله سمعت المحاضرة التي تؤكد ما قلتها وتأمر بالسماح، هذا من مما يتعلق بالعلماء. سمعت المحاضرة الآن والتعليق عليها، وأنت إن شاء الله تعلق بعدين في المجتمعات، لأن قاعدة كما تقدم فتبلغ الشاهد الغائب. سمعتم المحاضرة الآن وسمعتم التعليق فعليكم أن تبلغوا، وأنت واحد منهم، فتبلغ الشاهد الغائب، بلغوا من وراءكم من مجتمعاتكم وأهليكم وقبائلكم أن التعدد لا بأس به وأنه مشروع مع تحدي العدل ومع تقوى الله في ذلك، ومنهم النساء لا يأبين هذا ويصبرن ويحتسبن حتى يكثر المتزوجون وتقل العوانس ويقل الشباب المتأخر عن الزواج. هذا إذا حضر التعاون مع الحرص على تحرير المهور وتقليل الولائم، يعني تناصع في هذا، تكون المهور قليلة وأن تكون الولائم قليلة حتى لا يشق على الزوج وحتى لا يكلف ما يمنعه من الزواج. نسأل الله جميع التوفيق.